الثانية ديال هذا المؤتمر الذكاء الصناعي والأشياء المتصلة اللي كتنظمو الجمعية الوطنية للذكاء الصناعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا اللي غتقام 8، 9، و10 ماي. هذا المؤتمر كيتقام بشراكة بالمختبر الباحثين بالمدرسة العليا للتكنولوجيا ريتم وبالجمعية الذكاء الصناعي جي تي اس. عدد الأوراق العلمية التي تم تلقيها في هذا المؤتمر في النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للأشياء المتصلة والذكاء الاصطناعي يفوق 120 ورقة. تم انتقاء حوالي 70 ورقة علمية التي تم عرضها خلال هذا المؤتمر. وبالنسبة للمؤتمر ثلاثة دفعات ديال المؤتمر سيتم مناقشات مستجدات البحث العلمي في ميدان الذكاء الاصطناعي، الاشياء المتصله، وكذلك الاتصالات والالكترونيات. وكذلك سيحضر يعني المشاركون يعني عده مؤتمرين دوليين حاضرين معنا من كندا، فرنسا، والولايات المتحده الامريكيه. والهدف من هذا المؤتمر هو دعم البحث العلمي يعني في مجال الذكاء الاصطناعي والاشياء المتصله، وكذلك يعني دعم الدكاتره الباحثين يعني الاطلاع على المستجدات في الميدان. تعتبر هذه النسخه من المؤتمر فرصه سانحه للباحثين في مجالي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاشياء المتصله لتبادل الخبره والتعرف على مختلف الانجازات العلميه في هذه المجالات، كما انها تعتبر ايضا فرصه للطلبه الباحثين من اجل عقد لقاءات والانفتاح على باحثين ومحاور بحثيه جديده.